بأجمل أسلوب تروى، تحكي عن دنيا الحيوان، لكن تعنى بالإنسان، لكن تعنى بالإنسان. يحكى 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 أنه كان وكان، يحكى أنه كان وكان، يحكى أنه كان وكان، يحكى رجل الخبزة وجرثومة العفن. في الوقت الذي يكون فيه الجميع نائمين، هناك منزل واحد في المدينة تضاء مصابيحه قبل الفجر. إنه منزل الخباز النشيط الذي يبدأ عمله مبكراً. أنا أحسن خباز. انتبهي هناك. حسناً، سأخبز العجينة. لا أعتقد أنني نسيت شيئاً. دعني أرى، هذه هي الشوكولاتة، وهذه مقادير من حلاوة البطيخ الأحمر، وهذه الكريمة، نعم، وهذا مربى الفول الذي أحبه. كنت على وشك أن أنساه. سأخلط الكثير من مربى الفول. نعم. أنا أحسن خباز. تنتريتم. لقد بدأت رائحتها الطيبة تظهر. لقد طبج الخبز ولا شك. نعم، إن فتح الفرن أمر ممتع بالنسبة للخباز. أنا الرجل الخبزة. أنا الفيتامين الموجود في خبزك أيها الخباز الطيب. جئت من العجين الذي خبزته أنا؟ أها، سعيد بمعرفتك يا سيدي. وأنا كذلك. كان الناس يحبون ما ينتجه الخباز النشيط ويقبلون على شراء الخبز منه كل صباح. وفي يوم من الأيام، أيها الخباز، ألن تقوم بعمل الخبز اليوم؟ الناس ينتظرون بالخارج. هل أنت مريض؟ لقد تعفنت العجينة يا عزيزي. بسيطة، تخلص من الجزء المتعفن وينتهي الأمر. ولكن مربى الفول والكاستر تعفنا أيضا. الفول والكاستر؟ كذلك الخبز في الدكان. أشعر أنني مريض وليست لي رغبة بالخبز أبدا. أنا ذاهب إلى الفراش، لا أريد أن أخبز. نعم، لا أريد، لا أريد. سحب سوداء ظلت تحوم قريبة فوق محل الخباز النشيط. العم الخباز لا يشعر بالراحة هذا اليوم لأن الجو رطب ومظلم رغم أن الوقت صباح. هذه السحابة مشكوك بأمرها، سيمرض الخباز، لا بد من عمل شيء. سأذهب لأرى بنفسي. يا لها من رائحة كريهة. أحس بالاختناق. هذا أنت أيها المخلوق.
تخافي، أنا الرجل الخبزة، صديق الناس الطيبين. من أنت؟ الرجل الخبزة؟ عليك أن تنتبه لنفسك، لا ترتعب إن عرفت اسمي. أنا جرثومة العفن التي تتلف كل شيء. جرثومة العفن؟ مندهش؟ أنا أجعل الطعام يتعفن حتى يصاب الأطفال في العالم بوجع البطن. يا لك من مؤذية. هكذا إذن أنت التي أتلفت العجينة اليوم وجعلته يتعفن. هذا صحيح، أتلفتها. لن أسمح لك بذلك بعد اليوم، أتفهمين؟ لا تستطيع أن تغلبني أبدا. استعدي يا جرثومة. رائحة قاتلة. ماذا أقول؟ لا أستطيع. أترى هل تستطيع الآن أيها الرجل الخبزة؟ هذا ما ستفعله عندما تتحداني. خذ هذه هي الضربة القاضية. أيها الخباز الطيب. من؟ الرجل الخبزة؟ ماذا حدث؟ خذ نفسا واخبرني ماذا حدث. فأخبره بالقصة فغضب الخباز كثيرا. تلك المؤذية، سأجعلها تدفع ثمن هذا. سأجعل الرجل الخبز أقوى بكثير حتى يتمكن من هزيمة جرثومة العفن. غضب الخباز كثيرا وبدأ يصنع عجينة كبيرة مستعملا كل الطحين في المخزن. سأخبز رجل خبزة عملاق لا يهزم أبدا. الخبزة العملاق قد ولد الآن، فماذا سيحدث يا ترى؟ يا رجل الخبزة اهزمها. لابد أن رجل الخبزة يبكي لهن وهو في القمامة. أجل، سأنطر الثقب السوداء أكثر فأكثر. الآن هوبا. لازم تعين، هذه المرة سأهزمك تماما. أجل، سأقضي عليك هذه المرة. النجدة. بعد أن انهزمت جرثومة العفن، استعاد الرجل الخبز حجمه السابق وقرر أن يصبح صديقاً للأطفال في العالم كله، وهو يوصيهم قبل كل شيء بالنظافة، فالنظافة هي عدوة الجراثيم من أي نوع كانت. فندق السنديان.
سنديانا هي عبارة عن فندق جميل يقع على التل. يصحو سكانه في الصباح فيمتلئ الفندق بالصخب والضجيج. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير جميعا يا أحبائي. بعد قليل سيبدأ سكان الفندق بالعمل في الساحة الفسيحة أمام الفندق. ها هو ذا عازف الناي، وهذه الخنفساء والنحلة بائعة الحلوى، وهذه الخنفساء الراقصة ترقص على أنغام الكمان، وكذلك النحل الحفار، والزرزور الرمادي المتقاعد، والعصفور ذو العين الرمادية مع صغاره، والبوم بائع النظارات. هناك أنواع كثيرة من ضيوف الفندق. شجرة السنديان تحب مشاهدة هؤلاء الضيوف. لا داعي للكسل في هذا الصباح، سأذهب للعمل. هوبا. البوم يتنقل في الغابة ويبيع العدسات. عدسات ممتازة، تستطيع المشاهدة حتى في الليل بهذه العدسات. نظارات ممتازة، من يشتري؟ ها؟ بوم قريب، أين تعيش يا بائع النظارات؟ أين؟ في فندق شجرة السنديان قرب القرية، إنه هناك. إذن هذا هو السبب في أن نظاراتك قديمة. ماذا؟ إنها ليست قديمة. انظر هناك، فندق شجرة القيقب الجميل أو فندق البتولة. انظر، إنهما أفضل وأحدث من فندق السنديان. حقا؟ رائع، هذا حقا مختلف عن فندق السنديان. نحن نعيش في فندق القيقب، هل تجيء معنا؟ هيا. علي أن أغير الفندق، هيا. وحدثت مشكلة في فندق السنديان. أنا لا أستطيع البقاء إلى جوار هذه الدودة، إنها غير نظيفة، ولا أستطيع الرقص جيدا. وأنا أيضا لا أستطيع العزف جيدا بوجودها. افعل شيئا يا سنديانا. لا يجوز أن تقولي هذا أبدا، الدودة المكيسة مخلوق طيب مثلك. مثلنا؟ هل تعنين أن أجنحتي الجميلة تشبه هذه الدودة؟ مستحيل. أنا أيضاً لا أشبهها. نحن طيور، هذا صحيح، لكننا لا نريد العيش مع هذه الدودة أبداً. يجب علي أن أنسحب عن طريقكم. لا عليك، لا عليك يا دودة الكيس، هذا الفندق يسمح للجميع بالبقاء دون تفرقة أو تمييز. إن الطيور جميعاً لا توافق على هذا أبداً أبداً. ماذا حدث؟ استمع إلي، هذا الفندق قديم، والماء يتسرب من السقف وينز من كل مكان، ورغم ذلك يريدون الإبقاء على دودة المكيسة معنا. نحن جميعا لا نوافق على بقائها معنا. هكذا إذن، لقد جئت لأودعكم لأنني سأرحل من هنا. ترحل من هنا؟ إلى أين أنت ذاهب؟ هناك كثير من الفنادق الجميلة في أنحاء الغابة، سأذهب إليها. حقا؟ لم أعرف بهذا، أنا أيضا سأغير الفندق. وأنا أيضا. حسناً، سأخذكم إلى هناك. انتظروا رجاءً، أنا الذي سأذهب. لا يهم، على كل هذا الفندق المقرف لم يناسبني من البداية. إلى اللقاء. الجميع هيا بنا، هيا. أنا آسف أيتها السنديانة، إنها غلطتي، لابد وأنك سوف تفتقدينهم. لا عليك، قريباً سيكون لدينا ضيوف آخرون. السنديانة كانت تواسي الدودة، وكانت الطيور والحشرات التي انتقلت إلى فندق القيقب وفندق البتولة فرحة وراضية. ها؟
وفي الليلة التالية هبت عاصفة هوجاء. خذوا حذركم، لقد هبت العاصفة. أنا أزرق عاصفة، خذوا حذركم. وكان أن صبت الرياح ثورتها على الفنادق الجديدة في الغابة. وهكذا بدأت الطيور والحشرات بترك الفنادق في الغابة وهي خائفة مذعورة. لقد عادوا سالمين. لقد نجونا بأعجوبة. لقد كنا حقا محظوظين جدا. ذهبت العاصفة وجاء الخريف إلى فندق السنديان الواقع على التل. الحشرات والديدان عليها أن تنام أثناء الشتاء إلى أن يأتي الربيع. أيتها السنديانة، أين الحشرات والديدان؟ كلهم نائمون في سرداب الفندق الدافئ بأمان واطمئنان. سنفتقدهم لفترة من الزمن، سيكون الفندق خالياً. لا عليك، فالفندق لن يغلق حتى في الشتاء، وسيكون مزدحماً في الغد إن شاء الله. هذا صحيح، تصبحين على خير يا سنديانة. نوماً هنيئاً. أيها البوم، أيها البوم، انظر. ماذا؟ نحن في الصباح المبكر. الضيوف، البلابل جاءت إلى هنا، هل ترى؟ أوه، معنى هذا أنني سأكون مشغولا جدا. هوبا، نظارات، نظارات، نظارات نوعية ممتازة، من يشتري؟ كانت الطيور سعيدة لعثورها على فندق السنديان، فعاشت فيه فصل الشتاء. السنديانة حافظت على ضيوفها من البرد بواسطة أوراقها السميكة. أيتها السنديانة، هل حل الربيع أم لا؟ رائع. فيها ما ينفع نقرأ ننظر أو نسمع قصصا فيها.